من أكثر المبادرات شهرة عندنا اللي هي مبادرة الرضاعة الطبيعية. المبادرة دي بنحتفل بيها كل سنة في شهر 8 أسبوع الرضاعة الطبيعية. زي ما احنا عارفين إن الرضاعة الطبيعية دي حاجة مهمة جدا، النسب عندنا متدينية في مصر للأسف الشديد لإقبال الناس على الألبان الصناعية، فإحنا بنروح محافظات مصر كلها في أيام علمية في المستشفيات في التأمين الصحي والهيئة العامة لمعاهد المستشفيات التعليمية ووزارة الصحة، ومعانا الحاصلين على درجة علمية في الرضاعة الطبيعية بدعم طبعا من الهيئات العاملة. المرة اللي فاتت كان معانا اليونيسيف، والمرة اللي قبليها كان معانا الدبليو اف بي، كل دول بيشاركونا ان احنا نعمل توعية للامهات لرفع طبعا ايه معدلات الرضاعة الطبيعية في مصر. احنا طبعا عندنا مشاكل كبيرة جدا في التغذية في مصر زي الانيميا، احنا النسب عندنا عالية سواء كان في السيدات او في الاطفال، فاحنا بنتعاون مع وزارة الصحة في وحدات الصحة الأولية ان احنا بنعمل توعية، وان احنا كمان اللي بنحط الوصفة للحاجات المكملات الغذائية اللي بياخدها الأمهات والأطفال والحوامل. في خدمات كتيرة بتستجد احنا بنكون مشاركين فيها، زي الخدمة الجديدة اللي بتوفرها وزارة الصحة في مكاتب الصحة الأولية اللي احنا بنسميها مكاتب الصحة او المراكز الطبية او الصحية، ان احنا هنقدم خدمة جديدة لكبار السن. الناس اللي تعدت 60 و70 سنة من حقه يروح الوحدة الصحية ويتعمل له فايل ويبتدي يتعمل له فحص من ناحية التغذية، من ناحية النفسية، من ناحية العلاجية. دربنا الدكاترة تقريبا هتبتدي في 700 وحدة صحية، احنا عندنا 5000 وحدة صحية، هنبتدي في 700 وهنكمل بقية الشغل.